أخبار اليوم. يجي بتاك يعرف على الجهاز الفني وزني كابتن عظيم كابتن طارق وشادر وأليكس وريكاردو وفيتور وسيمو. الجهاز الفني بتاعنا شتو فليش ترقيه. طبعا سعيد جدا هو موجود هنا وكسيد اشتاري ديش كلوب وعارف طبعا تاريخ نادي الاهلي اكمباني مونتي اشتاري ديش كلوب وكان متابع النادي الاهلي بلغا بكسو بتغيز يبانا وزي هو طبعا برتغالي زي ما انتو عارفين وطبعا عارفين ان كمان زي برضو برتغالي في اشتاري ديش كلوب وعمل تاريخ مع النادي الاهلي برناش ومنيوتر دودا اشتاري ديش كلوب وزي برناش بتغيز بالنسبة ليهم هما كبرتغاليين هو عمل تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي e acompanhamos bem o trabalho dele aqui e de outros treinadores ou até pelo como o Tony derbe mais de o Tony Bardo ando malmente amo também porque quando estive na Arábia Saudita quer no Al Hilal quer na seleção da Arábia Saudita o Bardo também derbe Nadi Hilal Saudia o Mutaqab Saudi ou nos Emirados o Bardo derbe Pera pelo Emirado صوب بين الدمنسال كشتوب تاني وطبعا عنده معلومات كويسة جدا عن النادي الأهلي وعارف ان النادي الأهلي نادي كبير جدا مليونيش دي فرنس طبعا عارف ان ليه جمهوره كبير جدا ان بايز اتراج دي شتوب طبعا هما بيساندوا الفرقة دايما ان كلوب كون تيتلز ايمنسش طبعا في بطولات كتيرة جدا حققها النادي مايو كلوب دا افريكا يعتبر اكبر نادي على مستوى افريقيا فنون زيجانا ان تودا اشتا اريا على مستوى افريقيا كلها عامة. اي تون جراند كي بلا بريميرا فيز. نوع نادي كبير جدا. جدا. يو في تانتا جينت ما كونفرنس دي امبرنسا دا بريزنتاسيون دو ترادور. ده أول مرة أشوف دور الصحفيين الكمية الكبيرة ديت. نو ريال مدريد. ريال مدريد. كنت في بريزنتات كون كيروش. لما هو كان مع. ان 2023. في 2003. Só nesse momento vi tanta gente e tanto jornalista, tantas câmaras, chefe, camarada de tiro, o safio de tiro, de uma lotânia. Porque realmente só o Real Madrid para se comparar com o árbitro. Real Madrid ou Nadal. Ou seja, estou há 20 anos como treinador, ou 22 anos, e só teve uma conferência de imprensa igual a esta. مرحلته العملية بتاعت التمرين 20 سنة أول مرة يشوف كمية الصحفيين والكاميرات ديت هنا في الأهلي وفي ريال مدريد. وسيش كياس المي. طبعا أنتوا عارفين أنتوا ريال مدريد مستوى. أوكي فين براكي نو ما كشتون دينيرو porque há outros clubes e outras zonas que pagam mais. هو مش جاي عشان المرتب هو في أندية تانية عرضت عليه مبالغ كبيرة أكبر. Para não falar na Europa, na Arábia, nos Emirados, pagam mais, não sabemos disso. Mas também está a fim, estavam para a Europa ou para a Saudi Arábia, pagam mais. Mas porque este desafio? Porque é um clube que é para ganhar. هو جاي هنا وعارف حجم نادي الاهلي وهو تقبل التحدي دوت. É um clube que toda a gente sonha treinar. واي مدرب بيحلم يتدرب نادي الاهلي. É um clube que toda a gente pensa ser uma vez treinador para poder ganhar aquilo que este clube já ganhou. طبعا هو اي مدرب هنا بيحلم يدرب نادي دوت انت عارفين عشان يفوزوا ببطولات كثيره جدا. ايسا برينسيبال ريزون. وده هو ده حلمه ان يحقق بطولات مع النادي الاهلي. ايست كلوب بود دا تيتلز يو بوس اشتاري ايست كلوب غايا تيتلز كي هو ميو اوبجيكتيف. طبعا هدفه ان يكسب بطولات مع النادي الاهلي. ني فاش سنتيد اوتر كوزا. ملهاش اي معنى طبعا يجي هنا يمرن النادي من غير ما يكسب اي بطوله. ني سنتيد ايه هو ديمنسيون فورسا com a motivação e com a gente que este clube arrasta, só faz sentido ganhar. É isso que permite a todos vocês, a todos os fãs, que estão espalhados por todo o mundo, e a todos eles deixar uma mensagem importante. Todos juntos queremos ganhar novamente a Liga. E a taça. طبعا نفوز بالدوري والكاس. هي سوبر تاسا سوبر سيما. وكاس السوبر طبعا. نرجعوش بارفانش. نقول لك مبروك. فوز يسوق. كابتن جيزو. يا ايكيبا. وجهاز الفني اللي كان معانا. وجراند فيتوريا. والفوز بكاس السوبر. سو برينسيبال ادفرساري. طبعا فوز ممتاز جدا طبعا انتوا عارفين ان الفوز كان الاهلي. فوز الامارات. في المباراه اللي هي لعبت الامارات. مبروك على الكاس.
queremos repetir, queremos ganhar mais, queremos respeitar a história deste clube. طبعا اعترف بالتاريخ النادي الاهلي يشوف ما بدك اي سلوك يا سبتي طبعا الاهلي عمره ما يبقى في الثاني دائما في الاول يا سبتي سبعة بالظبط وده هدفه طبعا دائما يبقى في الاول كي سيدي ايش تسفيه هو التحدي دوت هو انكر على كل طاقة كياسة طبعا ثقة جامدة جدا ان هي من الرايد ده شاب عنده وحماس جامد جدا وكسي اكوليداد dos jogadores que nós temos. Vou estar a ver o que é que ele aí vai ter em mãos. E a qualidade dos fãs que nós temos. Vou estar a ver o que é que ele está a ver. E a qualidade de dirigentes. Vou estar a ver o que é que ele está a ver. E do clube que nós somos. A fim de estar a ver o que é que ele está a ver. Bem-ajam, felicidade a todos. Muito obrigado.